شكرا جزيلا للأخ علي سودة رئيس المركز الإعلامي لبني ظبيان وأيضا المركز الإعلامي لمحافظة مأرب والذي يهتم في متابعة الأحداث وأيضا المؤتمرات والمناسبات والأشياء اللي تهم الشرعية هو يهتم بها الأخ علي سودة، فأشكره على تواجده معنا هذا اليوم. طبعا إحنا عقدنا دورة تنشيطية لقادة فروع الشرطة العسكرية وأركانات الحروب وأيضا رؤساء العمليات في الفروع وقيادة الشرطة العسكرية، ومن خلال هذه الدورة تعتبر دورة معلوماتية 100% عن مهام الشرطة العسكرية في السلم وفي الحرب، وإضافة إلى ذلك في أيضا دروس وحصص مختلفة مثل التنمية البشرية، مثل الإدارة، مثل التوجيه المعنوي، وهذه المواد بتدخل خلال الفترة هذه، وإن شاء الله يعني يعزز أو يتعزز دور قادة فروع الشرطة العسكرية ووسائل العمليات والأركانات، ونعمل على تعزيز دور الشرطة العسكرية في الجمهورية وفي الجيش الوطني بالذات، على اعتبار أنه الشرطة العسكرية نوعا ما مهضومة، ولكن من خلال قيادتها، من خلال النقاش، من خلال المحاضرات، من خلال التفاعل من قبل القيادات، قيادات فروع الشرطة العسكرية، إن شاء الله بيتحقق ما نطمح تحقيقه من أجل الشرطة العسكرية ومن أجل الجيش الوطني ومن أجل أيضا الجانب الانضباطي للقوات المسلحة. وعلى الشرطة العسكرية مهمات كبيرة من ضمنها ضبط القوات المسلحة، ضبط المخالفات مثل الأطقم، مثل العسكريين المخالفين، مثل الخروج والدخول من ميدان المعركة إلى المدينة. ولهذا إذا تعزز دور الشرطة العسكرية وفهم الجميع مهام الشرطة العسكرية سوف يطبق النظام والقانون وبالذات نظام الخدمة العسكرية وكذا قانون الخدمة العسكرية المعدل. ونتمنى من الجميع أن يشاركونا هذا الرأي، ومن القيادة السياسية والعسكرية أن تلتفت إلى الشرطة العسكرية من أجل بنائها وتفعيلها وجعلها تلعب دور في مسألة ضبط الجيش الوطني، أفراد الجيش الوطني وضباطه وجميع أفراد القوات المسلحة من أجل أيضا الجانب الانضباطي ومن أجل أيضا تحقيق النصر في المعركة القادمة إن شاء الله على الحوثي العميل الإيراني المرتد عن السنة وعن المرتد عن الدين الذي يريد أن يعبينا في مسألة أو في دين آخر يخدم الشاه الإيراني أو ما يقول أو كما يقال آية الله شرداني ما يسموه آية الله خميني. هؤلاء الناس يخدموا سياسة معينة واتجاه معين، ونحن سنعمل إن شاء الله على إزالتهم وإنهائهم من هذا الوطن. وطبعا هم لن يؤمنوا بحاجة اسمها حوار، ولا يؤمنوا بحاجة اسمها شراكة، ولا يؤمنوا أيضا بحاجة اسمها، وإنما يؤمنوا بأن الحكم إلهي ورثوه منذ نشأة البني آدم وهم وارثين لهذا الحكم. هذا طبعا مفاهيم مغلوطة ومفاهيم إيرانية، مفاهيم فارسية، مفاهيم أيضا هذه الدولة الفارسية تريد أن تنتقد من الشعوب العربية ومن الشعوب الإسلامية بالذات، لأنها هزمت في بعض المعارك مع المسلمين في تلك الأيام وتحولت من عبادة النار إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، ولكن فيما بعد حصل العكس وبدأ من خلال الشخص هذا اللي قام بتشييعهم اللي هو اليمني هذا قام بتشييعهم ولبسوا الدين الشيعي هذا بأشياء كثيرة مخالفة للسنة وللدين والإسلام وكل شيء.
فشكرا جزيلا للاخ علي سودا، وشكرا لجميع الحاضرين من قادة الفروع والاركانات ورؤساء العمليات، والحاضرين جميعا من بعض المناطق او من بعض وحدات القوات. تدعو البقيه الغياب، تدعوهم اتمنى من الجميع ان يبادروا في عمليات، او اتمنى من نفسي انا كمدير مدرسه ومن اداره المدرسه بعقد دورات أخرى لبعض القادة والضباط الموجودين في الشرطة العسكرية وفي فروعها، من أجل أيضا التعرف على مهام الشرطة العسكرية عام ومهام الشرطة العسكرية في الحرب والسلم. ونتمنى من الجميع أن يبادروا لحضور مثل هذه الدورات التنشيطية، وكذا الدورات التأسيسية التي تعقد للضباط، ضباط الشرطة العسكرية وضباط أمن الوحدات في الجيش الوطني. شكرا جزيلا، ووفقك الله لما فيها خدمة الوطن والجيش الوطني والأمة اليمنية والعربية الإسلامية. شكرا جزيلا.